تي 7 بروجيكتور، ده الجهاز صغير جدا بيتمسك في الايد. دي الاسهم، ده زرار الرجوع، وده زرار اللي بختار منه انا عايز اخد ايه، ده زرار السيتنج، وده الزرار اللي بيفتحه ويقفله، وكل الكلام ده موجود في الريموت بتاع الجهاز. نفس الكلام برضو عندي هنا بكرتين، بكرة الفوكس، وبقى هنا البكرة دي لما بحركها عشان اظبط الصورة لو حركت الجهاز، ودي البكرة اللي بتتحكم في الميل بتاع الجهاز. عدسة فتحتها كبيرة وكويسة، عدسة ليد ب 30,000 ساعة عمل، وده غطا، دي المداخل اهي ورا، مدخل اتش دي اوصل منه الريسيفر، اوصل منه لابتوب، اوصل منه بلاي ستيشن او اكس بوكس، وادي مدخل يو اس بي اوصل اي فلاش او اي حاجة يو اس بي، وده مخرج عشان لو عايز اشحن موبايل او كده، ومدخل اوديو فيديو، ومخرج اضافي للصوت. الجهاز جواه سماعات ممتازة، ده هنا فتحة الباور بتاعته. تعالوا بقى نشوفه وهو شغال عامل ازاي. أأنت بخير يا صغيرتي؟ أجل، شكرا جزيلا. أنت حيوان متكلم. اسمي هو لوسي. اعتني بنفسك لوسي.